السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال ماناجمنت ديال اس ان. واول حاجه غادي نشوفوها نشوفوا البلان دو كور، يعني شنو هما الحوايج اللي غتشوفوهم ان شاء الله في الماناجمنت، وكيفاش غادي يكون التسلسل ديال هذا الكور ديال الماناجمنت. كذلك علاش احنا معاك ان شاء الله يتقدم لكم دي زوتر موديل في اس ان، لا تلقاو اللين ديالهم لتحت في لا ديسكريبسيون في الوصف. نبداو نشوفو البلان دو كور. اول حاجه غادي تشوفوها في الماناجمنت هي ديفينيسيون ديال لانتربريز، يعني تعريف ديال الشركه، تعرفوا اشنا هي لانتربريز. ثاني حاجه ان شاء الله غادي تشوفوها هي الكلاسيفيكاسيون ديال لي زانتربريز، يعني الانواع ديال لي زانتربريز اللي كاينين. ثالث حاجه غادي تشوفو لانفيرونمون ديال لانتربريز. ملي كنقول لانفيرونمون يعني المحيط، حيث ملي كنقول انتربريز كاين وسط واحد المحيط، وهذاك المحيط كيأثر فيها سواء لو ميكرو انفيرونمون يعني هذاك المحيط الصغير ديالها، ولا لا ماكرو انفيرونمون اللي هو هذاك المحيط الكبير ديالها. ابخي ان شاء الله يوصلوا لهذا لو بوين نشرحوا مزيان شنو هو لي انفيرونمون، سواء لو ماكرو انفيرونمون سواء لو ميكرو انفيرونمون ديال الانتربريز. وملي كنقول انتربريز يعني واحد مقاوله ولا واحد الشركه. من بعد غادي تمشيو تشوفوا لي ديفيرونت فونكسيون دو لانتربريز، يعني هذيك لي فونكسيون اللي كاينين في لانتربريز. لا فونكسيون كوميرسيال مثلا اللي هي مكلفه بالبيع، لا فونكسيون داشا اللي مكلفه بالشراء، لا فونكسيون ديال لا كونطابيليتي اللي متكلفه بالمحاسبه، لا فونكسيون ديال لو ماركتين اللي متكلفه بالتسويق، الماركتين فينانسي اللي متكلفه بالتمويل. يعني لانتربريز فيها مجموعه من لي فونكسيون، وان شاء الله غادي نشوفوا هاد لي ديفيرونت فونكسيون وكل فونكسيون اشنو كدير في لانتربريز. ابري غادي نشوفوا لا ستريكتور اي لورغانيزاسيون ديال لانتربريز، يعني كيفاش كتورغانيزا لانتربريز، ولا كيفاش هاديك لانتربريز كتنظم الداخل ديالها. يعني اول حاجه كما قلنا اللي غادي تشوف في لا ماناجمنت ديال اس ان هي ديفينيسيون ديال لانتربريز، ولا تعريف ديال المقاوله. وملي كنقول لانتربريز ما عندهاش واحد ديفينيسيون، ما عندهاش واحد لا ديفينيسيون، يعني عندها بزاف ديال لي ديفينيسيون، بزاف ديال التعاريف كاينين عند لانتربريز. عندنا لا ديفينيسيون اللي هي تراديسيونيل، وعندنا لا ديفينيسيون اللي هي سيستيماتيك اللي هي ان بلو كومبلكس اللي هي معقده شويه على لا تراديسيونيل. ملي كنقول واحد ديفينيسيون اللي هي تراديسيونيل فيها عاوتاني جوج ديال الانواع. فيها لانتربريز كوم اونيتي دو برودكسيون، يعني كتعتبر لانتربريز كانها وحده انتاج اللي كتنتج، ولا دوزيام اللي كتعتبرها بحال اونيتي دو ريبارتيسيون، يعني ريبارتيسيون دو لا ريشيس، يعني انها كتوزع الثروات. يعني ملي كنربحوا واحد الحاجه كنوزعوها على لي بارتي برونونت. ابخي نشرح لكم شنو هي لي بارتي برونونت ولا الشركاء اللي كيتعاملوا مع لانتربريز. دابا نبداو في لا ديفينيسيون اللي هي تراديسيونيل. نبداو بلا ديفينيسيون تراديسيونيل. لانتربريز اي تون ريغروبمون اومان ايارشيزي، يعني اشني الا قلت ايارشيك يعني جات من تراتبيه، يعني ان لانتربريز كتلقى فيها في الفوق هي لو بريزيدون ديريكتور جينيرال، يعني هذاك مو الشركه غالبا. من بعد كتلقى لو ديريكتور جينيرال يعني المدير العام ديال لانتربريز، ومن تحت المدير العام كتلقى لي سو ديريكسيون، كتلقى لا ديريكسيون ادمينستراتيف يعني الاداره ديال التسيير، ادمينستراتيف ريسورس هومان يعني تسيير الموارد البشريه، ديريكسيون فينانسيير اللي هي ديريكسيون اللي كتكلف بلا فينانس، يعني ملي كنقول فينانس يعني كنقول التمويل. كتلقى لا ديريكسيون اللي كتكنيك، لا ديريكسيون كوميرسيال، لا ديريكسيون ماركتين. يعني لانتربريز هو مجموعه من البشر اللي هما دايرين على واحد الشكل ديال التراتبيه، يعني ايارشيك كي مي اون اوفر دي موايان انتيليكتويل فيزيك اي فينانسيير. يعني ملي كنقول لي موايان انتيليكتويل يعني عندهم دماغ، عندهم افكار، عندهم عارفين، عندهم لا سافوار فير يعني كيفاش كيديروا الحاجه كيفاش كيخدموا. فيزيك كاينين عاوتاني البشر، كاين فيزيك يعني كيكون حاضر فيزيكمون، كاين لي تيغان، كاين لي ماشين، كاين لي زانديراتور لي بي سي، كاين بزاف ديال لي ماتيريال. اي فينانسيير يعني كاين التمويل pour produire et distribuer des richesses. يعني جوج ديال الحوايج، برودوير
يعني كوم اونيتي دو برودكسيون ديستريبيي يعني كيم اونيتي دو ريبارتيسيون دو ريشيس اون فو دو رياليزي اون بروفي والهدف كلشي من هادشي علاش كتكري لانتربريز يعني نحققوا واحد لو بروفي وملي كنقول بروفي ممكن يكون بينيفيس ممكن يكون بيرت يعني نحققوا واحد الربح في الاخر نحققوا واحد لو ريزولتا اللي هي بينيفيسيال اللي هي بروفي دابا هادي كما قلنا واحد ديفينيسيون اللي هي اون جينيرال على ديفينيسيون تراديسيونيل وكما قلنا هاد لا ديفينيسيون تراديسيونيل فيها جوج ديال الانواع فيها كوم اونيتي دو برودكسيون وفيها كوم اونيتي دو ريبارتيسيون لا دو ديستريبيسيون نبداو كوم اونيتي دو برودكسيون لانتربريز كوم اونيتي دو برودكسيون اي طون كو اونيتي دو برودكسيون يعني انها واحد اونيتي واحد الوحده ديال الانتاج با لي زوبيراسيون دو برودكسيون لانتربريز ترانسفور دي فلو entrée, yani les entrants ou la input en flux sorti ou la qui est ce délicat output yani داكشي اللي كيخرج يعني انتربريز كتدخل في الاول لي ماتيير بروميير لي مارشانديز يعني مثلا واحد لانتربريز ديال مثلا اللي كدير مثلا نجاره كتخدم نجاره كتشري الخشب اللي هما لي انبوت كتشري الخشب كتشري المسامر كتشري المنشار بزاف ديال الحوايج لي زامبوت اللي كيدخلوا وكيدار لهم واحد البروسيسوس يعني واحد لو ترانسفورماسيون كنخدموا لداخل ديال الانتربريز كندير واحد لو ترانسفورماسيون باش نخرجوا عاوتاني الطبالي والكراسي وبزاف ديال الحوايج يعني هنا كنعتبروا الانتربريز كوم اونيتي دو برودكسيون كيدخلوا لي زامبوت باش يخرجوا لنا لي زاوتبوت هنا في لي زامبوت ممكن يكونوا بزاف لي زونترون pouvant être classé en trois catégories. ممكن نرتبوهم في ثلاثة ديال لي كاتيجوري ولا ثلاثة ديال الأصناف. اللي هو لو ترافاي فورني بار لو بيرسونيل دو لانتربريز، أول حاجة هو هذاك لو ترافاي ولا هذاك العمل اللي كيقوموا به هذوك الناس اللي خدامين في لانتربريز. ثاني حاجة لو كابيتال اللي داخلين فيه لي باتيمون، يعني هذاك المباني، لي ماتيريال، الماشينات اللي خدامين. وآخر حاجة يعني لو ترويزيام كاتيجوري اللي هي لا كونسوماسيون انترميديا. باش كتميز باش كنميزو ما بين لو كابيتال و لا كونسوماسيون انترميديير لو كابيتال كيكون دورابل يعني كيكون دائم يعني لا ماشين كنحطو انا ماشين كتدخل الخشب كنصوبو الطبلة كتبقى عندي لا ماشين ما كتمشيش ولكن لا كونسوماسيون انترميديير بحال الخشب كيدخل هذاك الخشب كدير لا ترانسفورماسيون لواحد لا طابل ولا واحد الكرسي ما كيبقاش الخشب يعني داكشي كيتسمى كونسوماسيون انترميديير يعني هو كيدخل في البروسيس دو برودكسيون واحد المره وكيمشي بحال لينيرجي بحال لي ماتيير سومي فيني يعني ماشي حيت كاين عندنا لي ماتيير بروميير يعني المواد الخام كاين لي ماتيير سومي فيني بحال مثلا الا قلتي مثلا الروايض واحد لانتربريز ديال الطوموبيلات كتشري البنوات يعني هي شات واحد البرودوي سومي فيني اللي كتركبو في الطوموبيل باش يولي برودوي فيني يعني هنا شفنا لانتربريز اي طون كو اونيتي دو برودكسيون ودابا قبل ما نشوفو l'entreprise étant qu'une unité de répartition de richesse reste dans le fond du jeu des lois il y a la finalité de l'entreprise ou les parties prenantes achna il y a la finalité de l'entreprise trier le maras que tu as créé une entreprise درتي واحد الشركه اشنو هو الهدف من انك درتي هذاك الشركه الهدف الرئيسي ولا لا فيناليتي برينسيبال انك تكري واحد لو بينيفيس انك تربح الفلوس كدير الشركه بانك باش تربح الفلوس لا فيناليتي دو لانتربريز اي سا ريزون ديتر داكشي علاش كاينه لا فيناليتي دو لانتربريز اي دو فير دو بينيفيس هادي باينه ما كديرش لانتربريز الا وانت باغي تدخل واحد لو بينيفيس ولا واحد الارباح اون انتربريز برودوي دي بيان اي سيرفيس يعني واحد لانتربريز كتنتج لي بيان وكتنتج لي سيرفيس ملي كنقول لو بيان يعني واحد الحاجه اللي هي ملموسه بحال لا طابل بحال الكتاب بحال الكرسي بحال الكارطابل يعني دي بيان سيرفيس يعني شي حاجه اللي هي داخله في الخدمات بحال لو ترونسبور بحال التعليم يعني كتاخذ واحد الخدمه ولكن ما ملموساش يعني انتربريز كدير لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس اي غراس ا سا برودكسيون فا اوبتينير دي بروفي يعني كدير هاد لا برودكسيون وكتبيع هاد الحوايج كتبيع هاد لي بيان وكتبيع لي سيرفيس كتدخل الفلوس يعني لا فيناليتي دو لانتربريز هي انها تكريي لا ريشيس تدخل الفلوس اشنا هما لي بارتي برونونت لي بارتي برونونت هو اي واحد كيكون خدام مع لانتربريز وكتكون عنده علاقه ما بين لانتربريز يعني لي بارتي برونونت كاين دي بارتي برونونت انترن وكاين دي بارتي برونونت اكسترن لي بارتي برونونت انترن يعني بحال لي سالاري ديالك الناس اللي خدامين معاك كيتسموا دي بارتي برونونت انترن خدامين معاك وكيتسناو السالير ديالهم
كاينين لي زاكسيونير، لا هما اللي كيتسموا الشركاء، يعني الناس اللي عطاو واحد البارتي في الكابيتال، عطاك واحد الجزء في الكابيتال، حتى هو كيتسنى ديفيدونس، يعني هذاك لا غومينيغاسيون باش كتخلصوا كتسمى لا ديفيدونس، يعني كتسمى كيتسنى انك تخلصوا في الاخر ديال العام. وكاينين دي بارتي برونونت اكسترن على لانتربريز بحال ليتا، يعني ليتا حتى هي كتسنى انك تخلص لي زامبو، تخلص لامبو على لو ريزولتا، وتخلص لا تيفيا اللي هي لا تاكس سور لا فالور اجيتي، يعني الضريبة على القيمة المضافة. وكذلك لا بنك، يعني الا شديتي من عند لا بنك واحد الكريدي، هي حتى هي كتسنى انها تعطيها دي زانتيغي، تعطيها الفوائد. بحال لو فورنيسور، الا شريتي من عند لو فورنيسور السلعة، حتى هو كيتسنى انك تخلصو، يعني كاين دي بارتي برونون، يعني انت خدام معاهم. يعني فهمنا دابا جوج ديال الحوايج، لا فيناليتي ديال لانتربريز، وفهمنا لي بارتي برونونس. دابا نشوفو لا ديفينيسيون تراديسيونيل اللي كتعتبر لانتربريز كوم اونيتي دو ريبارتيسيون دو ريشيس، يعني لا كونتر بارتي دو لاكتيفيتي دو برودكسيون دو لانتربريز سو ترادوي بار لا فونت. يعني ملي كندير لا برودكسيون، ما كنديرلوش لا برودكسيون باش نديرو لا برودكسيون، كنديرو لا برودكسيون دي بيان سيرفيس باش نديرو لا فونت، يعني خاصنا نبيعو لو برودوي دي سي فونت، يعني الارباح من هاد لي فونت، داكشي اللي ربحناه بيرمي ا لانتربريز دو، داكشي اللي ربحناه شنو كنديرو بيه؟ كنديرو بيه بزاف ديال الحوايج، ما بين بيناتهم لا رومينيغاسيون لي فاكتور دو برودكسيون. ملي كنقول لي فاكتور دو برودكسيون، كتسمع فاكتور دو برودكسيون من هنا لقدام، يعني كاين جوج دي فاكتور دو برودكسيون، كاين لو فاكتور ترافاي ولا فاكتور كابيتال. ملي كنقول لو فاكتور ترافاي، يعني هذاك لو فاكتور ديال العمل ولا هذاك الخلاص ديال الخدامه، خاصها تخلص الخدامه ديالها. لو فاكتور كابيتال يعني خاصها تخلص لي ماشين لي كونستريكسيون، يعني البنايه ديالها خاص تخلص هادشي كلشي. تاني حاجة بيي لي شارج سوسيال اي فيسكال، خاصها تخلص لي شارج سوسيال، يعني ملي كيكون عندك واحد الخدام وهو مديكلاري كتخلص عليه لا سينيسيس، يعني خاص تخلص لا سينيسيس، خاص تخلص كذلك لي شارج فيسكال، يعني تخلص لا تي فيا، تخلص ليير اللي هو لامبو سور لي ريزولتا، تخلص داكشي، خاصك تخلص وديجاجي اون سور بلوس، يعني ويشط لك شي شوية اللي هو الربح ديالك. الا ما شاط لك والو، يعني انت ما ربحتي والو، خدمتي جبتي الفلوس، خلصتي الخدامه، خلصتي الدوله، خلصتي لا سينيسيس، وما بقى لك والو، يعني خاصك تخلص هذا الشيء كله ويبقى لك انت واحد لو سور بلوس، يعني واحد الشياط، يعني انت يشيط لك شي حاجه اللي تكون هي الربح ديالك. هنا نعرفوا اشنا هو لو شيفر دافير، اشنا هو لو شيفر دافير اللي كيتسمى بالعربيه رقم المعاملات ولا رقم المبيعات، يعني شحال بعتي، يعني ملي كنقول شيفر دافير شحال بعتي، شحال بعتي ديال الفلوس، يعني كنقول بعت 500 اونيتي، شحال جبت من هذيك 500 اونيتي، لو شيفر دافير ديالي كوريسبوند او فونت كي سون رياليزي بار لانتربريز، هو اللي كيعبر على لي فونت اللي خامس بها لانتربريز. وعندنا لا كونسوماسيون انترميديا كما قلت لكم، لا كونسوماسيون انترميديا كوريسبوند او زاشا دو مارشانديز اي ماتيير بروميير، يعني هذيك المارشانديز لي ماتيير بروميير ما كيبقاوش، كيدخلوا في البروسيسوس دو برودكسيون كيمشيو، كيتستعملوا مره واحده، كيتسموا لو كونسوماسيون انترميديا. يعني ملي كندير الشيفر دافير، يعني كنبيع واحد الكونتيتي، خاصني نحيد منها هاد لي كونسوماسيون انترميديا اللي خلصتها، يعني جبت واحد الربح خاصني نحيد فيها داكشي اللي خسرت، يعني الشيفر دافير ناقص الكونسوماسيون انترميديا باش تبقى لي واحد لا فالور اجوتي، داكشي اللي ربحته، ومن داكشي اللي ربحته لا يكون حتى هو ريبارتي بار دي زوتر بارتي. يعني كيكون عندنا لو شيفر دافير، هنا هاد لو شيما يشرح لكم مزيان كيفاش كتكون لا ريبارتيسيون دو لا ريشيس في لانتربريز. كيكون عندي الشيفر دافير، يعني داكشي ديال الفلوس اللي دخلت لانتربريز، العدد ديال الفلوس اللي دخلوا لانتربريز. هاد لو شيفر دافير كنحيد فيه لا كونسوماسيون انترميديير، يعني كنحيد فيه هذيك لي كونسوماسيون اللي ضيعتهم. كما قلت لكم ناخذ واحد ليكزومبل ديال واحد النجار باع داكشي اللي باع في الطبالي والكراسي، يعني دخل واحد لو شيفر دافير، خاص يحيد داك القيمه ديال الخشب اللي باع اللي شرا، يعني نحيدو داك القيمه ديال الخشب اللي خدا، كتبقى ليه لا فالور اجوتي، يعني القيمه المضافه لا فالور اجوتي، وهاد لا فالور اجوتي كتدخل في لا كونتريبيسيون ديال لو بي بي. ابخي نشرح لكم هادشي في لانتروديكسيون على ليكونومي باش ما ترونوش. المهم كتبقى لينا لا فالور اجوتي، هاد لا فالور اجوتي كنخلص بها بزاف ديال الحوايج، كنخلص بها لو بيرسونيل، كنخلص بها لا بنك، كنخلص ليتا، وكنخلص لي زاكسيونير، ولا سوربلوس كيبقى لانتربريز. يعني من هاد لا فالور اجوتي كنخلص لو بيرسونيل، اشنو كنخلصهم؟ كنخلصهم السالير ديالهم، يعني كنخلص ليهم السالير ديالهم. كنخلص لا بنك، اشنو كنخلص لا بنك؟ كنخلص لها لي زانتيري، حيت شديت من عندها لي كريدي، يعني خاصنا نرد لها الكريدي ديالها ونخلص لها دي زانتيري. كنخلص ليتا،
الدولة اشنو كنخلص؟ ليتا كنخلص لها لي زامبو اي لي تاكس، يعني كنخلص الضرائب ليتا. داكشي اللي بقى كيتسمى الكاباسيتي دو تو فينونسمون، القدرة على التمويل الذاتي، الكاباسيتي دو تو فينونسمون. هنا من هاد الكاباسيتي دو تو فينونسمون كنخلص لي زاكسيونير، يعني الشركاء ديالي اشنو كنخلصهم؟ كنخلصهم لي ديفيدونز، يعني تاهم عطاو الفلوس اكيد كيتسناو واحد الربح في الاخر ديال العام، كنعطيهم دي ديفيدونز، الربح ديال لي زاكسيونير كيتسمى ديفيدونز. ملي كنخلص لهم دي ديفيدونز كيبقى ليا لوتو فينونسمون، يعني القدره على يعني التمويل الذاتي، اوتو فينونسمون التمويل الذاتي، واللي كيبقى لانتربريز. هذا كيبقى لانتربريز باش دير عاود الثاني لانفيستيسمون، باش دير غي انفيستير ودير تشري ماشين جداد وتشري بزاف ديال الحوايج ودير عاوتاني واحد لانفيستيسمون جديد. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير لكم لا ديفينيسيون سيستيماتيك باش ما يطولش الفيديو بزاف، نبقاو نساليو ان شاء الله في هذا لا فيديو بالنسبه لا ديفينيسيون اللي هي تراديسيونيل اللي شفنا فيها لا ديفينيسيون ديال لانتربريز بحال انها اونيتي دو برودكسيون، يعني واحد الوحده ديال الانتاج، وبحال واحد الوحده ديال لو ريبارتيسيون دو بينيفيس، يعني توزيع الارباح ولا توزيع ديال الثروه. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد، وبارطاجي مع صحابك باش كلشي يقدر يستافد. بون كوراج، الله يعاونكم.